نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما جماهيريا في مخيم عين الحلوة استنكارا لتقليص الأونروا لخدماتها. حضر الاعتصام ممثلو الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وحشد من أبناء المخيم، ورفع المشاركون يافطات تطالب الأونروا والتراجع عن قرار تقليص خدماتها. وكانت عدة كلمات خلال الاعتصام: مرة بعد مرة نكتشف ونتأكد أن وكالة الأونروا شاهد زور على نكبتنا وتهجيرنا، لا بل على استمرار نكبتنا عاما بعد عام. هي الإدارة نفسها والسياسة نفسها تتلكأ وتقدم حجج واهية للتهرب من المسؤولية الأممية التي يجب أن تتحملها ويتحملها معها المجتمع الدولي. إننا اليوم ومن هذا المنبر نعلن رفضنا لسياسة الأونروا وأسلوبها الجديد وتجاهلها لاحتياجات شعبنا، بحجة أن التمويل يتضاءل وينقص بينما مرتبات تتزايد ومشاريع لا أهمية لها تنشأ. هو أسوأ تنظيم وإدارة وسياسة ممنهجة لتجويع شعبنا الفلسطيني، لزيادة بؤسه وحرمانه من كل مخيمات لبنان، ليكون أمام شعبنا الصابر الصامد خيار لا ثاني له، وهو الموت في أزقة المخيمات أو الموت في قوارب الهجرة، وهذا ما يحصل وسيحصل أكثر من ذلك. أطلع علينا المدير العام للأونروا ماتيوس الشمالي منذ قرابة الشهر وتلا علينا مذكرة من الأونروا تخطرنا وتخبرنا أن الأونروا بصدد اتخاذ تدابير احترازية تقشفية في مناطق عملياتها الخمس بدارية الحفاظ على الاستمرارية في تقديم الدعم للاجئين، وأن هذه التدابير التي ستبدأ الأونروا بها ستشمل أهلنا النازحين من مخيمات سوريا بوقف مساعدات بدل الإيواء، وكأن الذي تقدمه هو كافي. طالبنا ونطالب الأونروا برفع مساعدة بدل الإيواء ورفع قيمة المساعدة الغذائية، ونطالبها أيضا بتأمين الرعاية الصحية الكاملة لأهلنا النازحين لحين عودتهم إلى أماكن نزوحهم من سوريا، وأن التقليصات ستشمل أيضا المجتمع المقيم في لبنان، وستطالب تقليصات كافة الخدمات الصحية والتربوية وحالات العسر الشديد، ناهيك عن وقف برنامج الطوارئ، وأيضا ستطالب تقليصات مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط ووقف برنامج المنح الجامعية للطلبة الفلسطينيين. للعلم إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض بها وكالة الأونروا إلى أزمات مالية حادة، ولكن يلاحظ أن هذه الأزمات لا تطفو على السطح إلا حين تصل العملية التفاوضية إلى طريق مسدود. لما كان الغاية من إنشاء الأونروا إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، فإن انتهاج الأونروا سياسة مغايرة للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومنها تقليص الخدمات، يعتبر تجاوزاً للاتفاقات الدولية والمعاهدات التي تؤكد على حق تأمين الحماية والمأوى وكل مقومات الحياة للاجئين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وأثناء الكوارث الطبيعية. إن جرأة اتخاذ قرارات استفزازية بحق اللاجئين تعتبر قفزة تصعيدية تصب في خانة الحلقات التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية. أما ما أقدمت عليه الأونروا هو تجاوز لكل القيم الإنسانية والحضارية. إن سياسة إدارة الظهر من قبل الأونروا أدت إلى تدني مستويات الخدمات العامة.
واختتم الاعتصام بتلاوة مذكرة مطلبية باسم المعتصمين موجهة إلى المدير العام للأونروا في لبنان ماتياس لشمالي. وقد أكدت المذكرة على المطالب المحقة والملحة للشعب الفلسطيني في كافة الجوانب الصحية والتربوية والاجتماعية.